طيب بس بدي اعرف ليش حط علم غزة على علم فلسطين على خدك؟ لاني دمي مدمن. دمك مدمن؟ لك ينصر دينك. شو عم بيصير؟ عم بينقصفوا. مين عم بيخصف؟ بشار الاسد. قسما بالله صدقتي، لانه نفس الطيني. شو هذا؟ شو فلسطين؟ ما بعرف. انت مخربطه. ماني شايفه، ماني شايف. طيب ها فلسطين وها سوريا صح، وها نجمه. ليش نجمه؟ لاني كسرت كل رفقاتي. لان كسرت كل رفقاتي حسن تكسره. كسرت الكل؟ ايوه اطالك يا حبيبي. لك بتكسر رفقاتك بتحط نجمه، هي النجمه بدي اخذها منك. يلا كيسر. انت من وين؟ حيان. حيان؟ انا ما بس حيان، كلكم قبضايا يعني. هي بس بدي حاوي. بسم الله واحد. شجعوه يلا، شجعوه صفقوا له. صالح 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 يا صالح صفقوا له. أيوه ما اقدر تشيل النجمة عنك، انت قبضاي. طيب بس بدي اعرف ليش حط علم غزة على علم فلسطين على خدك؟ لاني دمي مدمن. دمك مدمن؟ لك ينصر دينك. لك انت فعلا ظلم، ما في ارجل منك. انت فعلا اللي حط لك هي النجمة حط لك اياها عن قبضني قبضاي انت. طيب دمك مدمن، ايش عم بيصير فيهم؟ عم بينقصفوا. عم بتتابع هذا الشيء؟ جدي كون عم بتابعه وبتفرج معه. مين؟ جدي كون عم تفرج عليه وتفرج معه. أكثر شيء اللي عم يتفرج عليه وتأثر فيه شو؟ غزة. شو الشيء اللي أكثر شيء شفته؟ الأطفال كان عم بموتوا عم بشيلون. طيب أنت شو بتتمنى؟ إني نصره. وأنت على الصعيد الشخصي إيش بتتمنى؟ تنصر فلسطين، تتحرر كلياتها. والله والنعم. إيش بتوجه لهم رسالة للأطفال اللي من عمرك في غزة وفي فلسطين؟ إيش بتقولي من هون؟ الله ينصرهم. أنت دقت قصف مثلهم؟ إيه بضيعتنا. ضربوا علينا كمان هيك طلعنا. وطلعنا هون. طيب ايش بتحب تقول لهم؟ انت انكسرتي ولا لساتك قوي؟ لا لساتي قوي. انت قوي مو؟ ايش بتحب تقول لهم؟ الله ينصرهم ويضلوا قويين لا ينكسروا. مدرسة غزة للتعليم الأساسي تيمنا بأهالي غزة. هذه المدرسة في تجمع للمخيمات أنشأها فريق ملهم، وأنشأ هذه المدرسة وأسماها بمدرسة غزة تضامناً مع أهالي غزة، تضامناً بما يحصل لأهالي غزة من تهجير وقصف وإبادة جماعية. أقل ما يمكن هو التضامن إنسانياً شعبياً لأهلنا في غزة. افتتاح. طيب هذا الافتتاح هاي المدرسة شو اسمها؟ غزة. ليش سموها غزة؟ لأني أحداث غزة. شو عم بيصير؟ عم بينقصفوا. مين عم بيخصفوا؟ بشار الأسد. بنتي من وين؟ أنا الشيخ عيسى. زيرا شو قالت؟ قلت لها مين عم يقصف أهل غزة؟ قال بشار الأسد. قسما بالله صدقتي، لأنه نفس الطيني. بتتذكر إيش قصف؟ لا أنا كنت صغيرة بس الماما بتحكي لي. الماما بتحكي لي؟ شو حكت لك؟ أصعب موقف حكت لك إياه؟ قالت إنه لما البابا استشهد أنا هلا أنا يتيمة. إيه إنه كمانك يتيمة؟ أنت قوية. أنا اليتيم، أنا درويش على فكرة، أنا مثلي مثلك. تفضلي احكي لي شو حكت لي. حكت لي إنه شلون هيك صار ضرب ونزحنا وما بنعرف إنه رح نرجع وهيك، وجينا لهون بطلنا نحسن نرجع ضيعتنا. طيب بابا كيف استشهد؟ كمان قصف. وين؟ الشيخ عيسى. قصف شو كان؟ قصف طيران كمان. طيران؟ إيه. أنت ليش متضمني مع أهل غزة؟ عشان أنصر. أنصريهم؟ شو اسمك؟ أنوار. صفقة لأنوار. لك ينصر دينك. أشو هاي اللي هون حتطيها؟ فلسطين. فلسطين؟ أنت من وين؟ من إدلب.
من وين من ادلب؟ من خان شيخون. يا سلام، انت مهجره وتحت القصف وهي؟ طيب ليش لبسي يعني علم البدله على فلسطين؟ بحبه. تحبيه؟ طيب ايش السر؟ ليش بتحبه؟ انت ليش جيتي على هي المدرسه؟ لانه من فلسطين. طيب تمام، هي من فلسطين. هي المدرسه شو اسمها؟ مدرسة غزة العلم الأساسي. طيب ليش جيتي على مدرسة ليش جيتي على مدرسة غزة؟ ليش اسمها صار مدرسة غزة؟ مشان اخواتنا اللي بفلسطين. طيب ايش عم بصير فيهم؟ هن تحت القصف وعم يضربوهم من اسرائيل يعني.